طبعا كل واحد عنده الدور ديالو، العلماء عندهم الدور ديالهم، الجمعيات عندها الدور ديالها، الاحزاب السياسيه عندها الدور ديالها. حنا حزب سياسي عندنا مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى وامام دولتنا باش نقويوها باش تكون قادره، لانه البلاد الا قويتيها تقدر توقف وجه الضغوط، الا ما قويتيهاش فيجي عندنا وزير ديال العدل. هذا وزير العدل كيف يعقل ان يكون وزير للعدل ويبدا يدافع على 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 العلاقه، ما يسمى بالعلاقات الرضائيه؟ راه بعد هذا الشيء هذه غير اسماء، فهمتني ولا؟ اللي تخليط الامور، ما كاين لا علاقات رضائيه لا والو، كاين الزنا وكاين اللواط وكاين الاغتصاب، هذا الشيء اللي كاين، وكاين الفساد. هذا ماشي وزير عدل، هذا وزير فساد. وليس من المعقول ان يبقى وزيرا في حكومه امير المؤمنين، ليس من المعقول. و يعني هذا الشيء هذا كيفاش غنديروا نواجهوه؟ بطبيعه الحال كيمكننا نواجهوه في المواقع، يمكننا نواجهوه في الصحافه، يمكننا نواجهوه، ولكن الاخوان الكرام البرلمان هو البرلمان، يعني هذوك 13 الاخ واخت اللي عندنا في ذاك البرلمان، نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدهم من بركته، واخا هما عددهم قليل عندهم دور وعندهم تاثير اللي ما كانش عند ربما الامين العام ديالكم. ولهذا احنا ملي كنقولوا للسي عبد الصمد يمشي ما تنقولولوش يمشي للبرلمان لا سخر الله ونجح، ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي بغى الله ينجح غينجح، تنقولوا له يمشي لانه باش يدافع، لانه باش يتضاف للاخوان ديالو يدافع من داخل قبه البرلمان، لانه 13 ماشي 14. وبالنسبه لحزب العداله والتنميه واحد اليوم راه ماشي سهل. تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.